فالشركات عشان تنجح لابد أن تتواصل مع جمهورها سواء الداخلي أو الخارجي. الجمهور الداخلي بالاتصال الداخلي مع عملاء داخليين بمشاركتهم بتوجهاتهم رؤاهم أهدافهم، هذه أشياء يمكن شوي جانبية، والتواصل مع الجمهور الخارجي. الشركات تتلقى رسائل مكتوبة كثيرة، سواء الآن من أول عن طريق الرسائل العادية والفاكس، الآن عن طريق تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي. كيف تستطيع الشركة أن تقرأ هذه الرسائل وتفهم هذه الرسائل وبناء عليها تتجاوب مع العملاء اللي يرسلوها؟ مهم جدا أن تفهم العميل، يعني واحترام العميل. يعني أنا من ضمن الأشياء الكتابية، مرة في بنك من البنوك مقدم على قرض، فعبيت الابليكيشن فورم الطويل على اسف شديد بكل المعلومات التفصيلية، وقدمته على الفرع المسؤول عن التمويل. مع الاسف الشديد وعدوني بعد اسبوع انهم يردون علي رد نهائي، ما ردوا علي اسبوعين، ما ردوا علي. اضطررت اني اذهب لهم شخصيا للبنك، فعندما رجعت لهم طلب مني المسؤول اني اراجع الفرع النسائي للبنك. يا جماعه ايش الفرع النسائي للبنك؟ ايش دخل الفرع النسائي في البنك فيني انا وفي التمويل؟ قال لي والله لانه لطالب التمويل سيده، والسيده تراجع السيده. طيب عندكم جوال؟ تكلموا مع صاحب الجوال، شوفوا هو سيده ولا رجال. اول شيء، واذا سيده يطلبون انها تروح. طلعوا كاتبين عبيد عباياده بدل من الدال حطوا راء، طلع ايش؟ عبير العبدلي. فهم هذه الغلطه البسيطه من البنك غلطه لا تغتفر، فحطوا عميل من العملاء بجنس غير جنسه الصح، هذا واحد، ولم يتواصلوا معه حتى في البداية مع اكتشفوا الخطأ. فهنا تكون الرسائل المكتوبة والكتابات، طبعا الآن الحمد لله كل الآن أونلاين وتغير الموضوع كثير، ولكن أقول لك هذه مثال حدث لي أنا شخصيا، وكان يعني حقيقة البنك ولا اعتذروا ولا عليهم يعني أسلوبة، بس الآن تغير الوضع إن شاء الله. البريد الإلكتروني، الشركات الجيدة هي التي تهتم بالبريد الإلكتروني. طبعا هذه وسيلة أنا شايفها في انحلال خلاص، بدل في وسائل أخرى، ولكن البريد الإلكتروني لما تجي شركة وتحط على جيميل والهوت ميل البريد الإلكتروني، أنا أعتقد أن هذا فيها مشكلة. لما يجي رئيس الشركة ولا موظفين الشركة وحاطين الجيميل والهوت ميل بدل من البريد المعتمد الشركة، هذه شركة أنا لا أثق فيها أبدا، حتى لو كان الجيميل والهوت ميل أسلهم ولكنها ليست رسمية. الهاتف يا جماعة، الهاتف مهم جدا، التواصل مع الشركات عن طريق الهاتف الآن جزء يعني من الناس يتصلون بالهاتف لأنه أكثر موثوقية، وخاصة البنوك الآن أكثر. ولكن كيف تتعامل مع الهاتف؟ هل عندي كتاب مانوال يتكلم عن الهاتف؟ أنا عندي كتاب من كتب الاتصال الهاتفي، كيف تتصل هاتفيا؟ على انه يعني طريقه الان بدات انحلال في وسائل اخرى، تشاتنج على طول وكل شيء. يعني طبعا تشات مثلا شركه الاتصالات السعوديه عندهم تشات، انك يعني خلاص عن طريق الموقع تستطيع ان تتحدث مع اي واحد من ممثلين خدمه العملاء ويتكلم معك اونلاين. انا امريكا مع الابل شغال ممتاز جدا، اي مشكله عندي في الابل مشترك معهم تشات. يجب ان يكون هذا التوجه للتشات. طيب ولكن اذا ما زالت الشركات حاطه رقم هاتف، يجب إذا حطيت رقم هاتف أن يكون عندك الممثلين ردة والممثلين الكول سنتر يعني على هذا المستوى. يجب أن يكون عندك كل المعلومات كافية، يجب أن يعرفون يتعاملون مع العملاء، يعرفون يتكلمون، يعرفون يبتسمون، يعرفون متى يوقفون. طبعا في ناس بيكلمونك بأي كلام، ولكن في النهاية لما يسبك عميل هو ما يسبك لشخصك، هو يسب أداء شركتك ضعيف. فهنا دائما مهم جدا كيف تدربين يا شركات موظفينك على هذا المجال. وفي مجال التدريب واسع، وفي يعني مجالات كثير. لما ترد عرف باسمك بشركتك بمنصبك، رد
ولما تترك رسائل لك رد على هذه الرسائل. يا ما كثر كلمنا في شركات السعودية مع الأسف الشديد ما أحد رد، شركات تحط ملايين الملايين إعلانات في الصحف وفي السوشيال ميديا وحاطين رقم جوال ولا رقم هاتف ما أحد يرد. هذا مهم الآن، الشركات تحطه على الواتساب، يعني الوسائل كثيرة جدا. لما تكلمين أنت شركة الناس اختاري الوقت المناسب للمكالمات، لا تختاري وقت الناس طالعين من الدوام ولا صباح ما في أحد ولا في الليل، دائما الوقت المناسب للمستهلك في السوق السعودي يعرفي تدرسي متى وتواصلي معه. الاتصال الشخصي، كم مرة رئيس الشركة التنفيذي ولا غيره نزل للميدان وشاف العملاء؟ أشوف والله شركات بدأ يهتموا فيها، وأشوف ناس في القطاع الخاص بدأ يعملونه، يروح كان متسوق قهوة ويجلس مع الناس ويشوف. حتى في الحرمين الشريفين الشيخ سديس جزاه الله خير نزل يوم من الأيام بصفته الشخصية وشاف الناس. شفنا كثير. هذا الصح. يجب أن تروح أنت كمدير رئيس تنفيذي تنزل الميدان تروح تجرب خدمات شركتك بدون ما يكون هالليمة وإعلام وناس ورايحين جاي، أنت وزير انزل الميدان وشوف الناس. كلم الكول سنتر، كلم موظفينك، حاول تكون أنت بنفس. أنا لي أسبوعين أطارد مندوب شركة من الشركات أحتاج خدماته لأنه ما في منافس. يا ما أعطاني مواعيد ولا جاء. أكلم رئيس ويقول لك الآن بيكلمك نص ساعة، يكلمني أنا خلال نص ساعة ويغيب أسبوع ما يرد، فهذه مشكلة. لما تتكلم في الهاتف قلل من مكالماتك وحاول تصغر الناس، اسمع لا تقاطع عميلك. عند مقابلة العميل لما يكون شخص في وجه لوجه أصغر عميلك، ابدأ الاهتمام له، اختر الأسئلة المناسبة، لأن مو أي سؤال تطرحه على عميلك. طبعا يفترض انك قبل ما تروح العميل تشوف الاشياء اللي يحبها والاشياء اللي يكرهها، وافضل وسيله اللي خاصه اذا بتروح رئيس تنفيذي كبير ولا شيء اللي حوله يعطونك معلومات عنه، اعرفها وحاول انك تستفيد من هالمعلومات لاقناعه بالشراء من عندك او اختيار شركتك على الشركات الاخرى. التفاوض ليس سهل يا شباب يا شابات، يحتاج له الى دراية. اتذكر يمكن قلتها في دراسه محاضرات سابقه لما كنت في توهامه، يعني كان منتجنا هو اليونيبول اللوحات الكبيرة، وكنا نروح للرؤساء التنفيذيين الكبار للشركات يشتروا لوحة لوحتين إيجار سنة سنتين. قبل ما أروح كنت أعرف اهتماماته إذا أنه حق رياضة ولا ما هو حق رياضة. والله إذا أنه اتحادي مثلا والاتحاد فائز وفي فوزه فرصة مناسبة إني أروح أسوي معه موعد وأخش بطريق نادي الاتحاد لمحاولة كسب. طبعا الأندية في السعودية يا جماعة هي نقابات غير رسمية، الناس ينضمون لها ويكون بينهم رابط كبير جدا. لما تروح لرئيس تنفيذي هلالي والهلال فايز حيكون مزاجه مختلف. دائما حاول انك تدرس عميلك دراسة متأنية، قلل من الكلام، انت رايح تسمع اذا عنده مشكلة وتعطيه الحل، بس لما يكون يطغى كلامك على العميل ما حيكون عنده اهتمام. لا تقاطع العميل، يا كثر ما شفنا عملاء بياعين حكيهم واجد، وهذه الصورة الذهنية للبائعين اللي يمكن تكلمنا فيها وفي مقالة عندي عن الموضوع ما هي جيدة، ما هي في صورة هم يحاولون يبيعونك أي شيء، يحاولون يكذبون عليك، هذه غلط. الصورة هذه بعض الممارسين يسوهون المهنة البيع فيها أخلاقيات، ومهنة التسويق ككل في أخلاقيات عظيمة جدا إذا اتفقنا عليها. ولكن مع الأسف الشديد السوق التسويق أو علم التسويق في العالم العربي علم يشوب الشيء الكثير من الأخطاء. ليش الأخطاء هذه؟ لأن في ممارسين مع الأسف الشديد يحطون على المهنة شيء ما هو فيها. التسويق عمره ما كان كذا، التسويق عمره ما كان بدون أخلاق. التسويق دائما يجب أن يكون في صف العميل، ونقول دائما لموظفينا والمدربين والطلاب كن في صف العميل، لأنك أنت كما ترضى نفسك ترضى العميل. لا تستعجل في وصول الحلول، ونقطة مهمة جدا، لا تعطي وعود وأنت ما تستطيع تنفذها. أتذكر يوم من الأيام يعني بائع أعطاني وعد رائع جدا، بعد يومين اعتذر قال والله رفضت الشركة. طيب ليش تعطي وعد؟ انت رفعت مستوى توقعاتي
عن المنتج ولا شيء وعن الوعد، ولما رحت شركتك ما اعطوك اياه او ما خلوك تحقق هذا الوعد. فدائما لا تدعو وعود وانت ما استلم، دائما كن انت موظف الشركه خير سفير لشركتك، لا تشارك مشاكلك وهمومك مشاكل الشركه مع عملائك. العمل البائع اللي يتكلم عن شركته بسوء مشكله. اجعل العميل يشعر باهميته. يا جماعه حتى لو العميل بيدفع ريال واحد اشعر باهميه هذا الريال للشركه، وفي نفس الوقت عطوه وضعه اللي يستحقه، صدقني يمكن يوم من الايام يجي يشتري بريال 1000 ولا 2000. يجب ان تكون الشركه متواصله مع جمهورها بأي طريقة مناسبة لجمهورها. عندما تتواصل مع الأطفال غير، لما تتواصل مع رجال كبار غير، لما تتواصل مع النساء غير، وهكذا دائما يجب أن تعرف. يعني نقول دائما في التسويق قم بعملك والواجب عليك الهومورك حقك اشتغل، يعني قبل ما تروح العميل، قبل ما تصل على العميل يكون عندك كل المعلومات عن العميل. مع الأسف الشديد تكلم شركه وتقول لهم موضوعك يحولك من واحد لواحد، في النهايه ما حد يحل لك المشكله. حاول تشجع العملاء على ابداء ارائهم. العملاء يطورون عملك لو عرفت ارائهم، العملاء يطورون بزنسك لو عرفت كيف تتعامل معهم. الافكار الجيده تاتي من العملاء، العملاء هو اللي في المنتج وممكن يعطيك مقترح يغير لك كل شيء. اذا اخذت كل المعلومات عن العملاء وعندك قاعده ممتازه تستطيع أن تقدم لهم خدمات أفضل بما يرغبونهم، ما بما ترغب أنت. اشكر عملائك، أي عميل يتعامل معك حاول أن تشكره شكر جزيل وشكر صادق. يعني كم شركة، كم مرة أرسلت العميل رسالة جوال ولا مكتوبة ولا إيميل ولا تويتر شكرا على تفاعلك، أنت فعلا عميل رائع لأنك فتحت عيوننا على أشياء ما هي معروفة لنا قبل. شكرا لكم ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة رقم 5 بإذن الله.